اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده. اليوم اللي غادا تكون استثنائيه كالعاده، غتكون فيها منوعات طرائف بزاف ديال الاخبار. غادي نبداو ونذكروا اهم العناوين لهذه الحلقه. بن كيران في برنامج مختفون. اسرائيل تعلن عن مشروع ضخم وغير مسبوق بالمغرب. إذاعة فرانس أنتر اختصرت مشكل الجزائر والمغرب في جملة واحدة. الجزائر وما أدراك ما الجزائر، تصعد مع المغرب حول أنابيب الغاز، ما دير خير ميطرباس. إلى التفاصيل. قبل ما ندخلوا في الحلقة ديال اليوم، زكريا نيوز، زكريا نيوز الرابط ديال القناة ديالو في أول تعليق، وهو الابن ديالي باش نكونوا واضحين. أي واحد دخل القناة عنده وهو يعني حسب ما يقول بزاف ديال الناس أنه أصغر مناضل داخل وخارج أرض الوطن، ماشي في حال الناس ديال النصب العمومي باسم الإحسان العمومي. كان معكم أخوكم وحبيبكم زكريا نيوز، يحييكم، تحياتي لكل المغاربة الأحرار اللي كيبغيو البلاد ديالو واللي كيموتوا على البلاد ديالو. المهم اللي دخلنا عنده القناة وما عجبوش المحتوى ما يتابوناش. سالينا، شكرا جزيلا لكم. رئيس الحكومة اللي صراحة كيسبق وقلت كيشبه ليا في راجل خالتي رقية الله يرحمه يوسع عليه في هذا النهار، هذا النهار ديال ديمونش. اسمحوا لي، قلبت عليه مع شفت النايضة الروينة، يعني البلبالة نايضة في الأخبار. فجاء الجزائر، اسبانيا من هنا، هالعسكر كابرانيستان، خنز الريحة، هخيب السمية، هالمؤامرات ديال كذا، والروينة الكحلة نايضة. مشيت كنقلب هذا الصباح وانا في اطار الاعداد، قلت انا نشوف اشنو قال في هذا الموضوع، هذا شنو هو يعني الخرجة ديالو. وانا نمشي كنقلب وانا نلقى عمي العثماني يطالب بالنزاهة في الاستحقاقات الانتخابية بالعرائش. والله العظيم الا جيو ميكسكيز يعني، ومن الهم ما قتل. المهم معليش، باقي واحد شهر ونص ان شاء الله، وربما يا ماشيغي باي باي. غادي نمشيو الى نقطة اخرى لا تقل اهمية من راجل خالتي، العصير ديال لافوكا. شكون اللي فيكم كيعجبو العصير ديال لافوكا؟ هذا السؤال غتقولوا واش كيقول الياس. العصير ديال لافوكا يكون خاتر مزيان. نعم سيدي. خبر عاجل، اسرائيل تعلن اليوم، نعم اتفاقيات غادا تتم، عن مشروع ضخم وغير مسبوق بالمغرب اللي غادا ديروا في المغرب. وهذا مشروع فلاحي، وهادشي اللي كنقولوا دائما، التعاون مع اسرائيل يعني اقتصاديا بمعنى فلاحيا تجاريا سياسيا، وكذلك تعاون عسكري باش الى الخونه والمرتزقه والارهابيين اللي قدامنا. الى هكا كنلقاو حنا نعم سيدي اسرائيل رابع أقوى دولة، كنلقاو أمريكا أول أقوى دولة، وكنلقاو الحلفاء ديالنا عبر العالم والخليج. قبل ما نرجع لافوكا، ضرب لي في راسي مرة طن، كنقول هادو الكابرانز ديال الجزائر والخبثاء المنافق المرتزقة اللي معاهم لا من الإعلام ولا من الدباب الإلكتروني، اللي كيقول لك التطبيع مع إسرائيل. ما عمرنا سمعناكم قلتوا تركيا وهي مطبعة مع إسرائيل، و2006 هكا شفنا أن إلى المخرج يقدر يبين الصورة حيت كنت هضرت عليها العام اللي فات، كيعنق شارون وحط باقة ديال الورد على القبر ديال تيودور هيرسيل مؤسس الصهيونية المعاصرة، والاتفاقيات على جميع المستويات والتعامل مع تركيا. عمركم هضرتوا عليها يا الخبثاء؟ ومع الإمارات عمركم هضرتوا عليها؟ ومع مصر أبدا؟ والغاز اللي كتعاملوا معاه ابدا؟ يا ولاد الحرام، كي قال لكم واحد منكم ماشي انا. المهم نبقاو في لافوكا. اسرائيل بالعربيه في تويتر كيف ما واضح قدامكم، قالت اسرائيل اعلنت اكبر شركه للمنتجين والمصدرين لفاكهه الافوكادو في اسرائيل مهادرين عن انطلاق مشروع لانتاج الافوكادو بالمغرب، واضاف بان القيمه ديال الاستثمار كتبلغ 9 ديال المليون دولار، وكيقدر المغرب بموجب هذه الشراكة هذه إنتاج 10,000 طن، ركزوا معايا، 10,000 طن ديال لافوكا سنويا.
هنا سيداتي وسادتي كيفما كتشوفوا الافوكا قدامكم وخا المغاربه كنظن كاملين كيعرفوها، هذا اذا ما دل على شيء فانما يدل على كثير من الامور حسب يعني الاستراتيجيه التفكيريه والمناخيه العقليه. غادي نلاحظوا على انه الى استمر هاد الانتاج الفلاحي واحد المده ديال 5 سنين ما حتى 10 سنين، وهذه ما قالوهاش الخبراء كنقولها غير انا، بمعنى ربما في المغرب غادي تولي واحد حوالي ما بين 80 و 100 مليون نسمة، ان غادي يكثر الانتاج بزاف وغادي يوليو المهم خصكم تكثروا من روض الاطفال. على كل حال هذه على حسب الاجتهاد. اذا غادي نمشيو سيداتي وسادتي الى خبر اخر. اذاعه فرانس انتر الفرنسيه اختصرت كل شيء، يعني المشكل او المشاكل اللي مفتعله ما بين المغرب والجزائر، مفتعله كنقصد الاتهامات وتصدير الازمات الجزائريه الداخليه الى الخارج باش كيلفتوا الانتباه ديال الناس لشي حاجه اللي ما كايناش اصلا. وقالت اتهامات الجزائر للمغرب لا يصدقها الا من كان معاقا ذهنيا. هنا غنعطيكم غير مثال بسيط وخفيف ظريف، ناكد لكم على ان المعاق ذهنيا هو اللي يقدر يتيق. مثلا ما نمشيوش بعيد، واش الجزائر في نظركم اي واحد في العسكر ولا في المدنيين ولا في المخابرات ولا في الاعلاميين يقدر يجاوبنا على هاد الهليكوبتر اللي هضرت عليها شحال من مره اللي لاحت هكا والناس كتشوف البنزين او ليسانس ولاحت الفتيله وشعلت حرقت العافيه؟ هذه وحده. واش القوات المسلحه الملكيه غيقدروا يدخلوا حتى تما ها في وسط الجزائر وغادي يعني هذه هليكوبتر، هذه ماشي مساله افراد ولا دخلت انا واقيلا هو اللي كنت صايق هذاك الهليكوبتر. فهذه واضحه على ان العسكر الجزائري هو اللي مصيفطها، هذه وحده. والا اعطيونا تفسير. المساله الثانيه، كيف يعقل حوالي 50 حريق في نفس اللحظه في نفس الساعه كانهم دايرين المنبه؟ واش الافراد غيقدروا يتفقوا على دقيقه واحده؟ مساله اخرى، واش المغرب كاع بهذه القوه والجزائر بهذا الضعف هذا، هل انهم ما يعرفوش ان المغاربه راه هما اللي دخلوا داك الهليكوبتر والمغاربه هما اللي غاديين يتبعوا جمال الله يرحمه ويوسع عليه بن اسماعيل، هما اللي جابوا داك الفيطو ديال البوليس وغيتفقوا زعما المغاربه مع الامن مع الجهاز ديال الشرطه اللي غادي يجي ويقدموا هكا يعني قربان للناس ويحرض عليه ويتسبب ليه في القتل والذبح والحرق؟ واش زعما كاع البوليس ديال الجزائر خدامين مع المغرب؟ شي حاجه اللي هي لا يصدقها الا معاقا ذهنيا. نزيدوا مسيله اخرى وبعجاله، واش شفت الفيديو راه ما كنهضرش والله العظيم ما صوره اخوتي، الناس ديال المياه والغابات خدامين في المياه والغابات في الجزائر، لقاهم السيد وقف عليهم بالطوموبيل ديالهم باللباس ديالهم باليونيفورم ديال الخدمه كيشعلوا في العوافي. النار كنشعل هنا النار ها واقصوا خاطري فاش عتوها هنا ورحتوا خليتو الجمر وانا طفيتها وعيط بومبيو خليتو بلاتو ايهم دخلوا شي يدخلوا انا لي سونسيني ديال لايف خويا وبدا كيصور فيهم قال لهم لا انا هاد الغابات راه ديالنا وعلاش كتحرقوهم وكذا. سلام عبد الله ها هذاك تصور علينا نصور موت على التحرق ما لي سقسيك على التحرق انا شكون انا ولد بجايد صاحبي انا ولد الغابه تاع بجايد هذه فضيحه بقلاقي. واش هادو المياه والغابات ديال الجزائر تا هما صيفطناهم حنايا في الواتساب في الميساج ولا؟ المعاقين عصابه من العجائز، كثرت الكوكايين، كثرت المشاكل الداخليه عندهم، لان ملي كنجيو نشوفوا هذاك اللي هضر طعن فينا ذاك الخطره الدراجي المعلق ديال الجزيره، كذلك ملي جينا نبحثوا لقينا بواه، هذه واه ماشي بواه بواه، بابا ديالو شفار عنده السوابق في السرقه، كان كيسرق في المدارس ديال الفرنسيين، كان كيسرق البيكالات ديال التلاميذ وكيعاود فيهم البيع. مشدود على السرقه ثلاثه المرات بواه ديال الدراجي المهرطق الرياضي. فين حنا كنهضروا مع عصابات مع ناس ما عندهم لا اثر ولا مفصل؟ خليه حزب التحرير اللي كانوا رجال فيهم وكذا، لا 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 هادو غير نطف كيف ما كنقول وكيف ما سبق، متلونه ومختلفه مشاربها والوانها، كاين اللي من الاتراك، كاين اللي من الرومان، كاين اللي من الفرنسيين، ولهذا عندهم ذاك الولاء تام دابا لفرنسا. اذا رجعوا سيداتي وسادتي حتى لا اطيل عليكم في هذا الفيديو، ولو ان يعني ربما ما كتقلقكمش التطوال ديالي، اتمنى ذلك. الجزائر تريد التصعيد وتلمح الى رفض تمديد اتفاقيه الغاز مع المغرب. عبرت الجزائر عن طريق وكاله الانباء الرسميه مره اخرى عن عدم النيه ديالها الدخول في مفاوضات مع المغرب
لتجديد اتفاقية أنبوب الغاز اللي كيربط ما بين المغرب الكبير وأوروبا، اللي كينطلق من الجزائر وكيعبر عبر التراب المغربي نحو إسبانيا ثم البرتغال. وورد في قصاصة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية اللي كتمثل خط التحرير ديال الدولة، خط التحرير يعني الإعلامي ديال الدولة والجهاز ديالها، الجهاز الإعلامي ديالها، أن خبراء صرحوا لها أن المغرب يزعم الإبقاء على أنبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي وأوروبا، وأن ما صرحت به المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن سيدة أمينة بن خضرة عبارة عن أكاذيب محضة. بن خضرة كانت قد كشفت أن المغرب مع الحفاظ على خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي اللي كينتهي العقد ديال العمل به في الأخر ديال شهر 10 اللي هو أكتوبر اللي جاي، بمعنى كنهضروا على من دابا شهرين بالضبط. هي باش اللي ما فاهمش يفهم، لأن هذا موضوع كبير ومازال غيتبومبا. ونقلت الوكالة تصريحات لخبراء بلا ما تكشف كاع على الهوية ديالهم ولا الأسماء ديالهم، المهم خبراء وصافي، ولا حتى التخصصات ديالهم. وقالت في الخبر بأن المغرب يدلي بتصريحين كاذبين آخرين حتى وإن لم تكن هذه أولى أكاذيبه من خلال الخوض، يعني على المغرب زعما مولف كيكذب، يعني من خلال الخوض في الميدان الاقتصادي عموما والغازي خصوصا، والتي يبدو أنه يجهلها. بمعنى احنا ما كنعرفوش، احنا بداك الشيء هما اللي كيعرفوا، تبارك الله كثرة القراية اللي قارين كما كنعرفوا كاملين. 95% في الجزائريين ما يقدرش يعطيك 3 ولا 4 ديال الجمل بالعربية هكا عربية بلا ما يخلطها بالنطفة باللغة الفرنسية. وأضافت أن الجزائر بكل سيادة واستقلالية في اتخاذ القرار، القرار ديال العسكر ديال الحسابات البنكية في سويسرا، لا زالت لم تقرر تمديده يعني الأنبوب عقب انتهاء العقد الذي يؤطر اقتصادها في أكتوبر 2021 وفق نص الخبر. يبدو أن الوكالة الرسمية تعبر عن عدم رضا الدولة الجزائرية على المكسب المغربي في هذه الاتفاقية الثلاثية، حيث كتقول نقلا عن المختصين أو الخبراء كيف ما كتوصفهم أن للمغرب فائدة كبيرة كيجنيها من مرور هاد الأنبوب ديال الغاز نحو أوروبا، وأنه كيدخ 800 مليون متر مكعب ديال الغاز احتياجات ديالو الخاصة يعني المغرب، التي تضاف إلى الرسوم التي يفرضها في إطار حقوق مرور أنبوب الغاز، يعني حقوق مرور الأنبوب ديال الغاز في المغرب. المغرب كيدي 800 مليون متر مكعب، بمعنى كيروجوا على أن المغرب هو اللي غادي يقطع الكونترا ديال الأخر ديال شهر 10. هنا إسبانيا غادا تنوض وغادي تقول لك ولا كيفاش المغرب غادي يقطع علينا الغاز، لأن كنعرفوا على أن 33% ديال الغاز اللي كيوصل ديال إسبانيا كيجيها من الجزائر وكيدوز كيف ما قلنا على حساب هاد الأنابيب هادي يعني من المغرب. إذا إلى المغرب جاء وقطعها كيكون كيتسبب في واحد مشكلة واحد معضلة بالنسبة لإسبانيا، هما باغيين يعني يديروا هاد الفتيله هادي بيناتنا حنا واسبانيا. على كل حال هنا دابا سيداتي وسادتي غادي نشوفوا هاد الصور مع بعض وتمتعوا ليا مع راسكم. هنا كتشوفوا قدامكم في الصوره بكل وضوح هذا نعم سيدي اللي لابس هاد اللبسه ديال فريد الاطرش النهار غرق في الواد الله يرحمه، بوتفليقة أيام كان من الناس الفقاقير مضروب يعني الفقر هكا ضربوا حتى اللودنين، فهمتيني ولا لا؟ عام 55 كيف ما كتشوفوا واضح قدامكم جاء معروض لواحد العرس في مدينة وجدة. تصوروا معايا هذا بوتفليقة جاء لوجدة وشوف الابتسامة، شوف ويتي 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 خبز واتاي بجو باين كنصفر بالخبز واتاي ديك الساعات كيدخلوا لوجدة باش كيقصيو شي شوية وكذا. ما علينا، على ذكر أنه المغرب ما باغيش الخير للجزائر وان لا يريد لها الخير وكذا، انتم كتشوفوا واضح اللجنه المغربيه ليش للدفاع عن الجزائر واضح قدامكم البوان هما كل شيء واضح. انتم 500 فرانك ماكين التعاون والناس كنا كنتضامنوا ويتعاونوا والدينا وجدودنا وكذا باش يتكافلوا ويتضامنوا ويعاونوا الجزائر. انتم صورة للتاريخ، هكذا تبرع المغاربه باموالهم للدفاع عن الجزائر ايام الاستعمار الفرنسي لها اللي كانت مستعمرة. شوفوا كيفاش كنا كنتبرعوا ولكن بلا منا الله، غير كنجبدوا هذا الشيء هذا من باب انه اللئام يعني يتمردون على اسيادهم. اذا اجتماع في ضيعة بالحاج بمدينة بركان سنة 1962، هنا كنشوفوا واضح في الصورة كاين بن بلة وكاين هانتوما، كاين هنايا نعم سيدي ها هو هذا
الهواري بومدين قبح الله أو عليه من الله ما يستحق. هذا هو قاتل المغاربة سنة 75 واللي خرجهم من ديورهم. عندك هذا نعم سيدي أول رئيس ديال أنغولا. لاحظوا معايا مزيان هذا راه في بركان هذا الشيء. شوف عام 62 اش كيذكركم السنة ديال الاستقلال ديال الجزائر يعني رسميا من الاحتلال الفرنسي. شكون اللي حرر الجزائر من المغرب؟ ها انتم في بركان مجتمعين ها هو ها هو بن بلة ها هو ها هو اول رئيس ديال الجزائر ها انتم ها هو مانديلا نيلسون مانديلا وها هو بوضياف ها انتم السيادي وها هو هذا حسين ايت حمد احد كبار قادة الثورة الجزائرية. محمد بوضياف هو رئيس انت كاع الرؤساء. المغرب هي اللي كانت محتضنة مع يعني الثورة الجزائرية. المغرب هو اللي كان كيعطي للناس ديال حزب التحرير ودفع الغالي والنفيس الدماء ديالنا احنا كمغاربة اموالنا عطيناها باش تحرر الجزائر باش تكون حرة. من بعد ما اصبحت حرة الناس مساكن يعني كان فيهم هكا وهكا بعض الخوانة بحال بومدين اللي كانوا غير مجرد مرتزقة فاحنا ما كنعلموش الغيب. على كل حال اذا انت اكرمت الكريمة ملكته وان انت اكرمت اللئيمة تمردة. نمشي من صورة اخرى بعجالة. وهنا نعم سيدي كيف ما كتشوفوا في الصورة قدامكم بكل وضوح وانا اقرا لكم شنو مكتوب عليها. هل تعلم ان خانز الريحه يعني هذا الجنرال شنقريحه كان ضمن الاسرى بيد القوات المسلحه الملكيه في حرب امغالا سنه 1976 مما يوضح للبعض من اين يستقي حقده على المغرب اكثر من الباقين. التاريخ لا يرحم ويسجل وسيسجل. هنا يقال يشاع ويقال باش نكون انا نخلي عليا المسؤوليه يعني نحيدها عليا. يشاع ويقال ان الشنقريحه فاش تشد يعني فاش شدوا الجنود في المغرب كاسير شي واحد شي عسكري هو يتحمل المسؤوليه ديالو كان من الجهه ديال ولاد حريز ولا المهم ماشي جوايه هكا كان بلي كيكمي هكا وكذا. المهم دار شي حاجه خايبه لهاد الشنقريحه هادشي قالوه ويتداول ولكن كيف ما المهم بلا ما نوضح لكم. المهم مسألة فيها الاستشباح والاستبطاح والاستبطان والاستخباط. المهم ولهذا الشنقريحة ولا ما قادرش تنسى ليه ديك التجربة ولهذا كتلقى حاقد على المغاربة لأن احنا يعني الجنود المغاربة طبعا ما غي هذه فرضية عملية كانت فرضية ولهذا دابا كتلقاه يعني هكا يعني باغي ما عمره تنسى ليه ديك التجربة. وأنا كنقول أنه الخبر هو يشاع عن كثير من الناس وانا كنظن غيكون صحيح الحقيقه بينكم واضح واضح انه طبعا الجزائريين كيهضروا على هذه النقطه هذه فهمتيني ولا لا. نمشيو لصوره اخرى نخليو هذا نخليو هذا النقطه شي تصويره اخرى بقى شفت بوتفليقه قلناه صافي قلناه. إذا سيداتي وسادتي نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة هذه وحتى لا فيديو ديال غدا إن شاء الله وتلاقاو وخليتكم على خير في أمان الله. السلام عليكم.